بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أيها الأحبة، نحييكم في مطلع هذه الحلقة مرحبين بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ على بركة الله هذه الحلقة بقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام وإلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. السائل بارك الله فيكم يسأل عن الرجس وعن الأوثان وعن الزور وعن هذه الآية، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله جميع ما حرم يعظمها المسلم ويبتعد عنها ويتجنبها، ولا سيما حرمات الله في الحرم وحول الكعبة والمشاعر، هذه من أعظم حرمات الله، لا يجوز لمسلم أن يتهاون بها ولا أن يسيء فيها، بل يعظمها بذكر الله وبالطاعات وأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس، من خالف ذلك إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إذا نوى أن يفسد في الحرم وأن يعصي الله فيه وأن يؤذي الحجاج والمعتمرين والساكنين في البلد الحرام، من نوى بقلبه قبل أن يفعل فإنه متوعد بهذا الوعيد، نذقه من عذاب أليم. فكيف إذا نفذ ووعد ونفذ ما هم به من الإلحاد في الحرم، فإن الله توعده بهذا الوعيد: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير وعند الله سبحانه وتعالى. هذا وعد كريم من الله سبحانه، وعده بالخير، بخلاف من يلحد في الحرم فإن الله وعده بالشر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر، هذه هي التي تهدى للحرم، هي التي تهدى للحرم، والبدنة عن سبع والبقرة عن سبع والشاة عن واحدة، عن شخص واحد، الشاة عن شخص واحد. فهذه الأنعام من نعم الله على عباده. إلا ما يتلى عليكم تحريمه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذلك ما أهل به لغير الله
عز وجل ما ذبح للأصنام أو للقبور والأضرحة فهذه ذبيحة شركية لا تحل، نجسة، لأنها أهل بها لغير الله. إلا ما يتلى عليكم. ثم قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس، والرجس هو النجاسة من الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو شجر أو حجر أو قبر كله يسمى وثنا. اجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن بيانية، ليس معناه أنها تبعيضية وأن من الأوثان ما ليس برجس، لا، بل هذه تسمى بالبيانية. اجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيطهر تطهر المشاعر وتطهر مكة من الشرك والبدع والمحدثات. أن طهر بيتي وإن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهراه من النجاسات الحسية ومن النجاسة المعنوية، وهي أشد، وهي نجاسة الشرك ونجاسة البدع. اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، والزور هو الباطل والكذب. سمي زورا لأنه يزور ويحسن وينمق وهو باطل، ومنه شهادة الزور والعياذ بالله. والشرك بالله من أعظم الزور لأنه كذب وباطل. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور. ثم قال: حنفاء لله. حنفاء يعني مخلصين العبادة لله عز وجل. فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه غير مشركين به، لأن العبادة والتحنث لا يصح منها شيء مع وجود الشرك، لأن الشرك يبطلها. حنفاء لله غير مشركين به. فهذه الآيات العظيمات هي في حرمة الكعبة المشرفة وما حولها من المشاعر والبلد الحرام، أنها تحترم وأنها تصان عما لا يليق بها، لأنها مواطن العبادة لله عز وجل، ومواطن التوحيد، ومواطن السنة، وهي مصدر الخير والتوحيد والسنة لأهل الأرض. فلا يجوز أن يحدث فيها أو أن يعمل فيها شرك أو بدعة أو حتى المعاصي، فإنها تغلظ في الحرم. فعلى المسلم أن يقدر للحرم حق قدره من التعظيم والتطهير، ولا يصدر منه شيء في هذا الحرم إلا الطاعة والعبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات. إذا فضيلة الشيخ، حرمات الله وتعظيم هذه الحرمات، هل هي تشمل أيضا حفظكم الله الأنبياء والصالحين، وأيضا بعض الأماكن المقدسة، وكذلك القرآن الكريم والأحاديث والسنن النبوية التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حرمات الله جل وعلا كل ما حرم الله عز وجل من الأقوال والأعمال ومن المشاعر المعظمة في الحرم، من عرفة ومزدلفة ومنى
والمسجد الحرام، وأعظم ذلك بيت الله الكعبة المشرفة. المسلم يعظم هذه الأماكن بمعنى أنه يعرف قدرها ويطيع الله فيها ولا يعصي الله فيها. نعم نعم بارك الله فيكم. وكذلك نعم. الأنبياء نعم. وأولياء الله الصالحون يحترمهم أيضا، لأن لهم حرمة ولهم قدر عند الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهو محارب لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا الأخ السائل الذي بعث بهذا السؤال حفظكم الله، ويسأل يقول: المسلم الذي ابتلي بأمراض خطيرة وكذلك مزمنة، ولكن تعثر علاجها طبيا، وهو مؤمن بقضاء الله وقدره وصابر ومحتسب، لكن يجد في نفسه الضيق والألم، يقول السائل بارك الله فيكم: في مثل هؤلاء المرضى بماذا تنصحونهم؟ بماذا تعزونهم؟ ننصحهم بالصبر والصبر والاحتساب. أما كونه قد يتضايق وقد يتألم، هذا شيء طبيعي لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ إذا جزع وتسخط. فعليه أن يصبر ويحتسب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويتذكر ما عند الله للصابرين المحتسبين، فيتسلى بذلك. نعم أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل الدعاء أمام الكعبة هو من أماكن الدعاء المقبول؟ وما حكم التمسك والتمسح بأستار الكعبة؟ التمسك والتمسح بأستار الكعبة أو بحجارتها لا أصل له. نعم. الكعبة لا يستلم منها إلا الركن اليماني، الحجر الأسود، هذه تستلم، والركن اليماني يستلم فقط، والحجر يستلم ويقبل إن أمكن، أو يستلم أو يشار إليه من بعيد إذا حاذاه. وأما بقية الكعبة فلا يتمسح بشيء منها ولا يتعلق بشيء منها ولا ببابها، هذا من الخرافات. إنما الكعبة يطاف بها، والكعبة يصلى إليها، يتوجه إليها بالصلاة، ويدعى عندها من غير تعلق بها وتعلق بأستارها، يدعو عندها، لا سيما في الملتزم ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود والباب، يقف ويدعو. هذا مكان يستجاب فيه الدعاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى وخلصت نية الداعي. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز لشخص أن يحدد للناس أورادا أو أدعية يقولونها في أحوال مخصوصة، مثل الامتحانات أو الحمل أو السفر أو شيء من هذا القبيل؟ لا يحدد شيء من الأذكار والعبادات إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من يحدد شيئا أو عددا معينا من غير دليل فهو مبتدع. نعم أحسن الله إليكم. في هذا السياق، هذه إحدى الأخوات فاطمة من المدينة المنورة تقول: أنا كثيرة الدعاء، ولكن أحس أن الذي أدعو من أجله لم يتحقق حتى الآن، هل هذا له سبب في ضعف أو نقص في الدين؟ أولا المسلم يدعو، مأمور بالدعاء، والدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. يدعو ولا يعجل، قد يؤخر الله الإجابة لصالحه، قد يؤجلها لصالحه، قد يعطيه خيرا منها، فيكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا ييأس ولا يقنط، ويقول: دعوت. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما يعجل؟ قال: يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فلا يستعجل في هذا، والدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، وهو عبادة يجر عليها، ويكل الأمر إلى الله. وقد يكون تأخير الإجابة في صالحه، أو يدفع عنه من السوء مثلها كما في الحديث،
فلا يضيع هذا عند الله إذا أخلص الدعاء لله عز وجل وداوم عليه، فإنه في عبادة ولا يقنط من رحمة الله. لكن قد يكون امتناع الإجابة لسبب من قبل العبد، بأن يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يتغذى بالحرام، كما في الحديث في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب له وهو يأكل الحرام. نعم، أحسن الله إليكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الباحة، المتصل الأخ حمزة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ حمزة بالسؤال، الشيخ اسمعك الآن. حياك الله يا أخوي. أنا حبيت أسأل عن، أنا لي في المملكة فترة طويلة هنا من يمكن 15 عام. نعم. وحسب ظروفي المادية تعبة وكذا، فأبوي يتوفى وأنا في هنا في السعودية. لذلك لحقت أمي، وأنا إنسان مصاب بالسرطان، الحمد لله لله الحمد، وللمادة كذا، فهل علي شيء إذا كان علي إثم أو شيء أو أي حاجة؟ فأنا حبيت أستفسر بس عن إذا كان علي إثم أو أي شيء يعني. الإثم وش سببه يا حمزة؟ لماذا الإثم؟ عن إيش الإثم؟ الإثم عن ماذا تأثم يعني؟ يعني عن مات أبويا وماتت أمي وأنا هنا فما حضرتهم، يعني ما وصلت، دقوا علي فما أداني إن أنا ألحقهم. طيب أنا بعيد والمسافة طويلة، لذلك ما طيب ما يمديني، والحالة المادية كذا يعني أنت عارف كل شيء. في سؤال آخر يا حمزة؟ لا تسلم، فأنا من اليمن ولي هنا 15 عام زي ما قلت. طيب وصل سؤالك، وصل سؤالك يا حمزة. ننتقل إلى أبو عبد الله من الرياض. نعم أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. سم تفضل. نعم سؤالك. مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله. أقول إيه؟ لو سمحت عندي سؤال من فقرتين. الفقرة الأولى سم. لو الواحد الرجل كان طاهرا وحصل أنه لمس أحد بريه ويلبس مثلا سرواله ولا شيء، أحد بريه بيده، هل ينقض وضوءه بصورة عفوية؟ طيب. النقطة الثانية، لو كان فيه نجس في سرواله أو شيء وغسله، هل ينتقض وضوءه؟ طيب شكرا لك يا أبو عبد الله. نعود إلى حمزة من الباحة، سؤاله أنه مقيم 15 عاما في الباحة أو في المملكة، ولكنه لم يتواصل مع أهلي بسبب مرضه وتوفت أمه وأبوه، تفضل يا شيخ. نعم، إذا كان تأخر عن الحضور ولسبب يتعسر معه الحضور أو لقلة ذات يده واستعذر السفر عليه، يعني تعذر السفر عليه أو تعسر، فليس بمؤاخذ، ولكن كان الذي ينبغي أنه تواصل معهم بالكلام والسلام عليهم وسؤالهم عن حالهم. والآن مضى الأمر، عليه أن يدعو الله لهما وأن يبر بهما بالصدقة والدعاء وغير ذلك من أعمال البر، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويستجيب له. نعم أبو عبد الله سأل الفقرة الأولى، يسأل يقول أن الواحد إذا كان طاهر وحصل أن لمس دبره يعني جهلا منه أو عفوا منه، هل ينقض الوضوء؟ إذا مس الذكر مباشرة من غير حائل أو مس حلقة الدبر من غير حائل ينتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نعم. إذا وجد نجاسة في ملابسه الداخلية، هل ينقذ ذلك أو يبطل الصلاة؟ لا، هو يسأل عن إذا غسل النجاسة هل ذلك ينقض وضوءه، هل غسله نعم للنجاسة ينقض وضوءه؟ لا، لا ينقض وضوءك، إنما ينتقض الوضوء بنواقض الوضوء الثمانية المعروفة. نعم. وأما غسل النجاسة أو لمس النجاسة
هذا لا ينقض الوضوء. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال ماجد من الدمام. الأخ ماجد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل اسمعنا عن طريق الهاتف. سهل يا أخي. طيب تفضل بالسؤال. عندي سؤال للشيخ حفظه الله. طيب يسمعك الشيخ، ما هو؟ شغال في بنشر سيارات كبير، وتجيني سيارات وبنشر، وانت عارف شغل البنشر زيوت و صحيح الملابس حقي، ويجي وقت الصلاة وأصلي في الملابس نفسها اللي أنا شغال فيها، هل يجوز؟ طيب في سؤال آخر؟ شكرا. شكرا لك يا ماجد. انتقل إلى عماد أيضا. معنا الأخ عماد من الدمام. عماد. ألو. نعم يا عماد، حياك الله، تفضل. الله يحييك. عندي سؤال واحد للشيخ لو سمحت. عطنا إياه وتفضل. الحين أنا بأخر صلاة العشاء اللي هي الوتر، بأخرها لآخر الليل، وأحيانا أنا أنام ما أصليها، فعليها اسم ولا شيء؟ العشاء ولا الوتر؟ الوتر. طيب شكرا جزيلا. أبي من الشيخ بس إنه يدعي لي بس لو سمحت. طيب طيب الشيخ صالح بارك الله فيكم. ماجد يقول أن يقول أنه يعمل في بنشر وأنه تتسخ ثيابه بالزيوت وما إلى ذلك ويذهب إلى الصلاة، ما حكم ذلك؟ إذا كان يصلي في البنشر فلا بأس بذلك، لأن هذا استطاعته، وإن تجمل للصلاة ولبس الثياب النظيفة فهو أحسن، لكن إذا لم يتيسر هذا فيصلي في ثيابه في محل البنشر مع جماعه من زملائه ولا بأس بذلك. أما إذا كان يذهب إلى المسجد ويؤذي الناس برائحته فإنه يجعل له ثوبا خاصا للصلاة، يخلع ثياب العمل ويلبس هذا الثوب ويذهب إلى المسجد. نعم. عماد يسأل عن تأخير صلاة الوتر ليلا. أفضل تأخيرها، كل ما تأخر أفضل، لأن الوتر إنما ينتهي بطلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني ووقت السحر ينتهي بذلك، وكل ما تأخر قبل السحر فهو أفضل. نعم نعم. نستقبل اتصال عبد الله من الرياض. نعم عبد الله بن حائل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عندي سؤالين بس للشيخ. أعطنا الأول. الأول أنا علي قضاء 3 أيام، حلفت إني رسول 3 أيام وما صمت، حين مضى علي سنة كاملة. مر عليك طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ما حكم رجل أفطر في رمضان وهو يعتمد؟ وهو؟ وانا معتمر افطرت في رمضان. طيب. هل على غير القضاء شيل؟ طيب شكرا يا عبد الله. معنا اتصال اخر. حمد من الرياض، تفضل يا محمد. الو. نعم. الو. نعم يا محمد، احنا معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعنا عن طريق الهاتف يا اخ محمد. الو. نعم نعم، سؤالك يا محمد. اقول لك محمد احمد. ها ايه نعم محمد احمد، تفضل، هذا سؤالك يا محمد. طيب سؤالي، انا عندي مرض السرطان، تعرف كيف؟ عافاك الله. عندي كيس المفارغه في جنبي ويعطوني كيماوي، فكيف بالله كيف اعامل المفارغه اللي في جنبي مع انها قسطره حقت البراز؟ كيف ايش؟ كيف يطلع البراز بجنبي؟ عندي المفاغرة. ايه. يسمونها المفاغرة. طيب. وعندي شو اسمه مرض السرطان. نعم. يقولون في هذا. شفاك. ولي مدة حوالي 6 شهور، وللحين ابغى اعرف كيف اصلي وكيف اتوضا وكيف كذا، وعلم ان الكيس دائما ما يوقف مثلا ولا كذا، وانا بالصلاة وانا في الجمعة وانا في كذا. طيب. وبعدين عندي كيماوي استعمله، ما قدرت اذهب الى المسجد، هل جائز اصلي في البيت او في البيت وكذا؟ طيب عافاك الله. سم عافاك الله يا محمد وما ترى لك كل خير. معنا ابو فهد من القصيم. نعم. السلام عليكم. هلا والله، حياك الله فهد. الله يحفظك ويسلمك. الله يطول عمرك، بس على الشيخ عن حاجه. سم يسمعك، تفضل. طيب
فيه بالنسبة للطلاق فيه ثلاثة مواضع يمكن ما يجوز الطلاق فيها، فما أدري هو يقع الطلاق ولا ما يقع، مثلا إذا كان في الدم أو إذا كان في طهر بالجماع. طيب. هذا فبعض الناس يقولون أنه لا يقع، وبعض الناس يقولون لا يجوز ولكنه يقع، فأودي أستفسر من الشيخ. تسمع إن شاء الله بعد شوي، شكرا لك يا أخي الكريم. بارك الله فيك. نعود إلى الأخ عبد الله من حائل، سأل عن عليه قضاء ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك ومضى عليه سنة كاملة الآن، ماذا يعمل؟ القضاء باق عليه. نعم. باق عليه يقضي، وإذا كان إنه جاء رمضان الجديد وهو ما قضى الماضي ومن غير عذر يكون عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم. سأل عن المعتمر إذا أفطر. إذا كان إقامته في مكة ثلاثة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، أما إذا أقام في مكة أو كان ينوي الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الإفطار لأنه أصبح مقيما. نعم. الأخ محمد شفاه الله يقول أنه مصاب بمرض السرطان، يسأل عن كيفية الصلاة وكيفة أيضا الوضوء، وهل لي أن أصلي في البيت إذا تعذر الصلاة؟ يتوضأ ويصلي، الحمد لله يتوضأ ويصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الصلاة في البيت إذا أنه لا يقدر على الصلاة في المسجد أو يحصل منه أذى للمصلين في المسجد فيصلي في البيت والحمد لله. نعم. فالح من القصيم سأل عن، يعني يبدو أنه سأله عن الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. يا أخي إذا طلقت في طلاق بدعي اسأل القاضي في المحكمة أو تسأل الإفتاء في الرياض. نعم. وسأل عن مواضع الطلاق أو نفس الشيء شيخ؟ أقول يسأل القاضي عنده. طيب. في البلد أو يسأل الإفتاء في الرياض. أبو نايف من شقرة تفضل. أبو نايف، أبو نايف معنا؟ ننتقل إلى أحمد من القصيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ بخير وعافية. نعم. تفضل. السؤال؟ عندي سؤالين. الأول ما حكم شراء رجل سيارة بثمن مؤجل ومن ثم باعها أقساط؟ أبغى الحكم في ذلك. طيب سؤال آخر. الدعاء لي ولوالدي. سم؟ الدعاء لي ولوالدي. طيب شكرا جزيلا يا أحمد، تفضل يا شيخ. نعم. السؤال، السيارة أو غيرها يجوز شراؤها بثمن حال أو بثمن مؤجل بأجل واحد على أقساط، وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرى بالأجل أيضا، فهذا جائز التأجيل ولا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ سليمان من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الله، أحيانا صالح الشيخ خالد تنقل الكلام من المتصلين للشيخ مو كامل زي ما يقولون، تنقله وتنقص فيه أو نختصر حنا. تنقص فيه دائما يعني. نختصر حنا. لا، هو الشيخ يجيب على حسب كلامك. طيب جاء أكلم الشيخ أنت الآن، يلا تفضل. لا أنا ما أبغى شيء، أنا بس أبغى يعني أنت يعني في المتصلين. سم يا سليمان. شكرا يا سليمان، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. نعود أيضا إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا يسأل يقول ما حكم تفسير الرؤى والأحلام التي أراها في المنام، هل يجوز البحث عن تعبير لها، وما كلمتكم للمعبرين الذين يعبرون للناس ويحدثون بعض الإشكاليات؟ الرؤى لا تهمك الحمد لله، لكن إذا رأيت شيئا يسرك فاسأل عنه من تثق به ممن يعرفون تأويل الرؤيا، أما إذا رأيت شيئا تكرهه فاكتمه ولا تطلب تعبيره أو تفسيره، ولا يضرك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، ما المقصود؟
المقصود بذلك كأنه يبري نفسه ويجعل اللوم على الناس أو يتنقص الناس ويزكي نفسه، عليه أن يشتغل بعيبه هو وبذنبه هو ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. معنا اتصال الأخ متعب من الطائف. متعب، الأخ متعب معنا؟ ايوه حبيبي معك. نعم ارفع الصوت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال للشيخ لو تكرمت. سم تفضل ارفع صوتك. بس عندي واحد حج قبل سنتين وما طاف، لا طاف، ما طاف لا قدوم ولا الإفاضة، يعني ما ادري ايش عليه. تفضل يا شيخ. القدوم لا بأس، القدوم ما هو لازم تطوع، لكن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج فلا بد أن يأتي به، لا يتم حجه إلا به، فيلزمه الرجوع إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، يسعى بعده. وإذا كان حصل منه جماع في هذه الفترة فيذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. نعم. معنا اتصال علي من ينبع، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول طال عمرك أنا في عندي سؤال واحد، اللي هو زوجتي راحت رمضان مكة عمرة. أي نعم نسمعك تفضل. وأنا ماني موافق، وبعدين قلت لها إذا رحتي بعد ما يعني بكلام زي كلام هذا، قلت بعد 3 شهور تزوجي، هل يعتبر طلاق هذا ولا لا؟ تفضل يا شيخ. يا أخي تسأل المحكمة، تسأل القاضي في المحكمة عن هذه الكلمة، أو تأتي للرياض وتسأل الإفتاء، أو تكتب للإفتاء بهذا السؤال. نعم. شكرا يا أخ علي. ننتقل لعلي السعيد من الخرج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح، أنا عندي أحد الرعاة واكتشفت أنه صوفي، هل يجوز ان يستمر عندي او اني اسافر يا شيخ؟ بارك الله فيك. وش يحصل منه؟ يحصل منه شيء يعني مستنكر؟ يحصل منه مستنكر يعني في الصلوات وفي الابتعاد عن الصلاه كثير من الاوقات. وش يحصل؟ وش يحصل؟ يحصل يا شيخ ان اكتشفنا ان في الصوفيه فسالناه فقال لا اجيبكم على الشهاده، فعرفنا انا من كلام الصوفي. إذا يحصل منه دعوة إلى التصوف ويدعو الناس إلى التصوف، أو أنه يعمل أعمال تتنافى مع شروط الصلاة أو مع أحكام الصلاة، فهذا تناصحه وتبين له، ربما أنه جاهل تبين له، فإذا لم يقبل تنهي عقده وتسفره. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. ننتقل إلى اتصال آخر. أبو عبد الله معنا، تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ خالد. سم. عندي طال عمرك سؤال بسيط. تفضل. بالنسبة للركعتين الأخيرتين العصر والظهر اللي بعد التشهد الأول، هل أقرأ غير الحمد من المعوذات إذا كان فيه فراغ؟ طيب في سؤال آخر؟ ما بد الله يطول عمرك. شكرا. تفضل يا شيخ صالح. الركعتان الأخيرتان من الرباعية أو من صلاة المغرب، الثالثة من المغرب، لا يقرأ فيها غير الفاتحة، هذا هو السنة، وإذا قرأ فيها شيئا من القرآن فهو جائز. نعم. شكرا لك يا أبو عبد الله. ننتقل إلى الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. ما حكم النعاس في الصلاة، وهل يبطل الصلاة أم لا؟ طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا. تفضل يا شيخ صالح. النعاس ليس باختيارك ولا يضر في الصلاة، إذا كان نعاسا عرض لك في الصلاة فهذا لا يضر، وهذا ليس باختيارك، أكمل صلاتك والحمد لله. نعم.
نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو خالد من جدة يقول: ما حكم قصر الصلاة بين مكة وجدة، وهل يكون القصر عن نية السفر أو من نهاية العمران، وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ لا قصر بين مكة وجدة، لأن ليس بينهما الآن مسافة قصر. نعم. لأنهما متقاربتان الآن، فلم يبقى في بينهما مسافة قصر، فلا يجوز القصر، بل يتم الصلاة. نعم. معنا اتصال الأخ مشاري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله. شيخ صالح، أنا عندي سؤال. الوالدة من مدة طويلة انذرت نذر، اللي هو أنه إذا تخرجوا إخواني من الجامعة أنها راح تذبح 10 ذبايح، والنذر هذا أخذ مدة طويلة إلى الوقت الحالي. تعرف الآن أسعار الذبايح يعني ما عاد تقدرها الوالدة، فما عاد تقدر توفي بنذرها بسبب غلاء الأسعار، فما أدري وش الحكم يا شيخ صالح. نذرتها أن تذبحها وتوزعها على الفقراء، ولا تذبحها يعني للأصدقاء والأغنياء وش نيتها فيها؟ لا هي نذرت بدون لا تحدد يا شيخ صالح. حسب نيتها يا أخي، إن كان نذرتها تبيها للأصدقاء ولو كانوا أغنياء ولأهل البيت، هذا نذر مباح، إن شاءت فعلته، وإن شاءت كفرت كفارة يمين. أما إذا كانت نذرت هذا للفقراء فهذه صدقة، وهي طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا بد أن تذبح هذه الذبائح وتوزعها على من نوت توزيعها عليهم من الفقراء. نعم. شكرا لك يا أخي الكريم. معنا اتصال محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منا آل البيت؟ جزاكم الله خير. نعم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، ومولى القوم منهم. نعم. نعود إلى الأسئلة. هذا السائل بارك الله فيكم، أو السائلة أم سعيد، تقول: ما حكم شراء شهادة حاسب لتوظيف ولدي؟ الحاسب إذا كان يشتغل به لأمور مباحة فهو مباح. نعم. لا تقصد بارك الله فيكم أنها تشري الشهادة دون دراسته مثلا؟ تقول حاسب، تشري شهادة حاسب. لا، الشهادة ما يجوز شراءها، هذا تزوير. نعم. حرام. نعم، ما يجوز، لا شهادة الحاسب ولا غيره من الشهادات الدراسية، ما يجوز، هذا حرام، تزوير. نعم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ الذي يلبس ويعد للبس الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم: من هم أهل الزكاة، وهل من أراد الزواج يعان بالزكاة؟ أهل الزكاة هم المذكورون في الآية الكريمة. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف، هؤلاء هم أهل الزكاة. والذي يريد الزواج إذا كان فقيرا ولا يتزوج إلا بالمساعدة فيساعد من الزكاة. نعم. معنا اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. بس الشيخ عن العقيقة. سم، تفضل. أنا كان طبعا ما كنت موظف، ما كان عندي طبعا دخل، ودوني أطفال أحفظهم، الآن تحسن الوضع. هل أذبح العقيقة عن كل ابن ذبيحتين والبنت ذبيحة دفعة واحدة، أما أجزئها كل بعد فترات، يعني كل بعد كم شهر كذا، 3 شهور 4 شهور؟ شكرا لك. على حسب استطاعتك تذبحها، على حسب استطاعتك، وإذا بادرت بها جميعا فهو أفضل وأحسن. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: ورد عن الرسول الحديث التالي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يسأل عن هذا الحديث وما المقصود. نعم، الحديث صحيح، وهذا في الآية الكريمة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف ورأى غيرها يعني غير المضي فيها خيرا من المضي فيها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال عبد الله محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تكرم بخير عبد الله معنا، بارك الله فيك خالد. حياك الله. تكرم بخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. نعم. أقول يا شيخ. سم. أنا عندي الوالدة تعبانة وكبيرة في السن وأنا وكيل لها. أي نعم. شايف كيف؟ بعدين الله يسلمك عندها يعني حساب في البنك، بعد ساعة نحتاج يعني ناخذ منها نصرف علينا وكذا، هل في مشكلة يا شيخ؟ لا تقاعد ولا حساب في البنك يا شيخ. لا تأخذ منه إلا الإنفاق عليها هي خاصة، وأما الإنفاق عليكم لا، ما تأخذ من شيء لكم. نعم. نعم. شكرا يا جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. ننتقل الى ابو زياد، اتصال اخر. ابو زياد حياك الله. سام تفضل يا ابو زياد. حياك الله. نعم تفضل بالسؤال، معك الشيخ صالح. الله يمسيك بالخير. اقول لك الله بالخير. الو سام، اقصر التلفزيون. نعم. اسمعنا عن طريق الهاتف يا اخويا. زوجتي الله يوفقنا وياك لما يحب ويرضى. امين. مر عليها 3 أعوام ما صامت بسبب انها كذا، ما صامت رمضان 3 رمضانات. لماذا؟ وللحين عمرها يبلغ 52 سنة وعندها أمراض هشاشة عظام وعندها، وطعمنا عنها يا فضيلة الشيخ ولا أدري عاد يلحقها صيام ولا. طيب تفضل يا شيخ. يلزمها القضاء إلا إذا كانت ما تستطيع القضاء فيطعم عنها عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين لا يستطيعون الصيام لمرض أو لكبر، لمرض مزمن أو لكبر كبر وهرم، يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي عن الصيام. فإذا كانت والدتك كذلك يجزي عنها الصيام، يجزي عنها الإطعام، الحمد لله. نعم. أبو عبد الرحمن تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة الشيخ، أنا نذرت نذر أنني أنحر جملا إذا تم تعييني في مكة المكرمة، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعييننا معلمين، وعينت الوزارة مؤقتا في مكة ثم بعد ذلك نقلت، هل يجب علي الوفاء بالنذر؟ جزاكم الله خير. نعم يجب عليك الوفاء بالنذر لأنك علقته على شيء وحصل، وهذا النذر يكون عبادة وشكرا لله عز وجل، فيتجي يجب عليك الوفاء به. نعم. في هذا الموضوع يا شيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول ما حكم النذر في حال الغضب؟ حال اللجاج والغضب إذا كان لا يتصور ما يقول فلا لا ليس فيه شيء، ما يلزمه شيء. طيب أبو نعم. أبو نايف تفضل بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. عندي سؤال، أنا نوبة أخر على الوتر ويوم أقوم الفجر الثاني. طيب في سؤال آخر؟ لا بدون كلامك. تفضل يا شيخ صالح. نعم إذا طلع الفجر انتهى الوتر، فإذا أردت تصليه بالنهار قضاء إنك تقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل وقت الظهر، وتشفعه إذا كنت توتر ب3 تجعله 4 بسلامين، وإذا كنت توتر ب5 تجعله 6 كل ركعتين بتسليم وهكذا. نعم. شكرا لك يا أخي الكريم. هذا السائل حفظكم الله يقول ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، وما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الدعاء في التشهد الأخير بعد التشهد الأخير قبل السلام مستحب، قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يجتهد في الدعاء قبل السلام، وكذلك الدعاء بعد السلام بما ورد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فيدعو بهذا
وإذا دعا بغيره من الأدعية التي يحتاجها في دينه ودنياه فهذا شيء مستحب. نعم. معنا اتصال محمد من مكة المكرمة. محمد أهلا، حياك الله. السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بكلم فضيلة الشيخ. يسمعك الآن، تفضل. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما الفرق بين الشيعي والسني؟ والسؤال الثاني، هل اللي في سوريا والعراق وفلسطين يعتبر جهاد؟ وضحوا لنا جزاكم الله خير. يا أخي لا مصلحة لك من هذا السؤال، لكن الشيعي الذي هو يتبع الشيعة على مذهب الشيعة، والسني الذي هو على مذهب أهل السنة. وأما العراق وسوريا هذه لا دخل لك فيها. نعم. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة من تبوك، يسأل عن صلاة الضحى، متى يبدأ وقتها وكم عدد ركعاتها؟ يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي قبيل الظهر، قبيل توسط الشمس في كبد السماء، وعدد ركعاتها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. إلى هنا ونأتي ختام هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشكر لكم أيها الإخوة، ونلتقي على خير في لقاءات مقبلة. وهذه تحية من الزملاء هنا وهناك ومن المخرج عبد الله السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.